اليوم في استوديو ديال ميدي ان تي في فين كيتصور البرنامج جديد دير مشروعك. 70 مشترك من جميع ربوع المملكه، كاين اللي جا في الطياره، كاين اللي جا في الحافله، كاين اللي جا في السياره. انا اليوم جيت على رجلي ونشوفوا كواليس دير مشروعك. ساعه تتفصل على البرايم هو يسري، نسولوه يسري واش واجد اخويا البرايم؟ هنا واجدين ان شاء الله. تلفتني في الحسابات 10 المليون، خصك تجي توريها لي راه من الصباح وانا تنحسب. سهله سهله، عطيني يدك هاك اخويا. انت شوف عندنا في كل برايم 10 المشاركين كيتاهلوا معنا خمسه للمرحله التصويت، ياك هذوك الخمسه اللي كيتاهلوا كياخذوا 10000 درهم للواحد، ياك وخمسه الاخرين اللي ما كيتاهلوش كياخذوا حتى هما 5000 درهم للواحد بلس هواتف ذكيه، يعني 10 الهواتف في كل برايم. كيتاهلوا لنا 35 من اصل 7 ديال لي برايم، هاد 35 غيمشيو لمرحله التصويت وناخذوا منهم 10 في البرايم الاخير، هذاك ال 10 لجنه التحكيم تختار فيهم واحد اللي غيربح 10 المليون وسيارة والمواكبة في المشروع ديالو. وانا شنو رابح؟ شنو بغيتي شي حاجة؟ شنو بغيتي؟ وانا في هادشي شنو رابح؟ شنو بغيتي قولي شنو بغيتي؟ تي انا بغيت تربح. شحال ديال بغيتي تربح؟ اللي بغيتي. شحال بغيتي الفلوس؟ قولي غير قولي. شحال كاين 5000 و 10000 و 100000 درهم. هاك ها هي 10000 درهم. يلا. هيا صافي. 10000 درهم ديالي. 10000 درهم ديتها والسيلو داوه ليا. خويا طلق داك الفار. سيلو عرفت شكون داه والحساب مازال تلفيه وال10000 درهم في جيبي. يلا معايا عند سميره الباك ستيج باش نباركوا ليها. ملي نجاوبك بعدا على دير مشروعك، بعدا مريم اصوب ماشي بنتي، هي صديقه ديالي، واخا بيناتنا واحد الفرق ديال لاج ولكن صديقتي، وجوجنا وحيدنا اللوم عليه وانت ترك ولدي. باش كنقول لك اش كنقول لك في وليدي؟ وليدي انا وليدك. وليدي انا نجيب بوسك راسك اجي. هنا فين كاين لا ريجي وهو يوسف كيهضر على المخرجين ديال البرنامج. هنا لا ريجي ما عندوش الحق يبان نوار. إلا با درو. اه شنو هذا؟ هذا الشيء اللي كنشوفوا هنا. سير سير. هذا هو النفق اللي كيشاركوا المشاركين باش يمشيو للستيج. من هنا تيدوزوا جميع لي كونديدا قبل ما يمشيو عند يوسف ديال مراكشي فوق الستيج. ومن وراء يعني هشام عبد الرحيم، هذا السيد هذا تيخدم كثر ما كيتكلم. هشام هشام الدري خدامين هنايا غنزعجوهم. يلا مشيو بحالاتنا. يلا يسري انا باقي عندي 10000 درهم من البارح. هاهي مهمة 10000 درهم، انت راه عندك هنا الفلوس كلهم، راه كلهم عندك، خليهم عندك تيسالي برايم تاعهم. روزو على التجربة ديال مشروعك، تكلمنا على التجربة كيفاش جاتك. تجربة جميلة، لأن واحد التجربة اللي في برنامج جميل يجمع شباب من طنجة الكبيرة، مختلف المدن المغربية، الأقاليم كنسمعوا الكرة، ناس عندهم طموح وعندهم حلم، والحمد لله الله يقدرنا أننا نساعدوهم باش يحققوا هذا الحلم ديالهم وهذا الطموح ديالهم. لأن جميل تشوف الفرحة في عين عباد الله، واللي جميل هو أن كل شيء كيخرج فائز، كل شيء كياخذ فلوس، سواء اللي تأهل لمرحلة التصويت واللي غادي يمشي إن شاء الله للبرايم الثامن، أو حتى اللي شاركوا فقط، لأن كيستافدوا بالخبرة ديال لجنة التحكيم، بالمواضيع اللي كنشوفوهم، وفي نفس الوقت كياخذوا معاهم شيكات وهواتف وقالات، شيء يمكن يساعدهم باش نبداو المقاولة ديالهم. أنا كنت حاضر في لي كوليس وفي لي برايم، في التفاعل ديالك مع الجمهور وأنت فوق الخشبة، الحنين الخشبة. لا الخشبة كتبقى هي البداية ديالي، أنا بديت بالخشبة، بديت بالمسرح، بديت مع مجموعة من الفنانين، على المرحوم طيب الصديقي والأيوب العياسي ولا بزاف ديال السبع، فالخشبة دائما كتبقى واحد الإنرجيا با، فما يمكنش توقف وسط الخشبة وأنت تربيتي فيها وما تحنش ليها، كتبقى بحال الأم. بزاف الناس كيتسائلوا علاش يسري هاي بزاف، أنا نقدر نجاوب عوضك، حيت عارف أنايا شهادة حاضر بزاف ديال المنتجين، عنده بزاف ديال العروض، ولكن هو تيختار دائما تيقول لا لا لا، عنده بزاف ديال العروض وبزاف ديال هادو، هو تيختار الانسان اللي باغي يختار تيختار لي بروجي باش يخدم فيهم. انا حضرت زعما شهاده لا التمثيل هو دائما كيبقى هوايه، ما نذكرش اللي بديت في التمثيل مجال التمثيل، بالفعل كاين عروض ديال التمثيل، ولكن ما تنساش اليوم انني انا وجه اعلامي وتابع قناه ميلان تي في، فملي كيجي شي دور كنحاول انني نعرف النوعيه ديال الدور، نعرف النوعيه اللي غنتعامل، اللي الجمهور اللي غادي يشوفني شنو هو، فملي كتكون عندك واحد الصفه فكتعطيك واحد الحموله اكثر، واحد الثقله اكثر، فعلاش لا ان شاء الله قريب قريب نرجعوا للتمثيل، علاش لا؟ انا عندي سكوب ولكن يعني تشوفوا هادشي كامل في بيناتنا، كاين انا بغيت غير نعرف ديك بيناتنا، باركين تما ذاك بنجلون وهذاك العريش وهذاك جود، الله يسمح لكم. بيناتنا انا مازال تحت حسابات.